الموناليزا، اللغز التاريخي اللي حير علماء التاريخ والفلاسفة. من وجهة نظر الكثيرين قد تعتبر أروع عمل فني على الإطلاق. شنو هما الأسرار وراء الابتسامة والعينين ديالها اللي سحرت بيهم أي واحد شافها؟ وشنو اللي خلى الموناليزا تكون أشهر لوحة في العالم؟ واش بصح كاين شي سر مدفون في اللوحة؟ هاد الأسئلة والفضول ديالي خلاني نسافر عبر العالم باش نكتشف الحقيقة ونعرف الأجوبة اللي بقت مدفونة 500 سنة من بعد وفاة العظيم ليوناردو دافينشي. اللي ما فهمت صراحة هو أنه بنادم مخلي طابلو قداش، شو شحال ديال بنادم كيشوف فيه، طايفين على واحد موناليزا راهي دايرين عليها موسم ديال الحج صاحبي. صارت ليالي كندرس اللوحة وطريقة دافينشي في الرسم، وعرفت كيفاش تمكن من رسم هذه اللوحة. حتى لواحد اللحظة اكتشفت واحد الحاجة اللي غير متوقعة واللي خربقت لي كاع المفاهيم. العظيم دافينشي خلى لينا رسالة سرية منذ 500 سنة. الاكتشاف ديالي غادي يبدل كاع الحوايج اللي كتظنوا انكم كتعرفوها على الموناليزا، واللي غادي يبدل تاريخ ديال الفن باكمل. يا ربي ما يشدوني. السلام عليكم وخير معكم فيديو جديد، معكم ابراهيم عزيزي. في هذا الفيديو غادي نرسموا اشهر لوحه في العالم، ولكن قبل ما نبدا نرسم غادي نحاول نبارطاجي معكم بعض المعلومات على الموناليزا. تقريبا كل شيء في العالم كيعرف هذا البورتري هذا ديال الموناليزا، واللي كيتعتبر اعظم بورتري على مر التاريخ. البورتري ديال الفنان والمهندس والبيولوجي والفلكي والطبيب وداكشي كامل، المهم ليستا طويله ديال خونا ليوناردو دافينشي. الموناليزا والمعروفه ايضا بلا جيوكوندا، نقولها بالايطالي باش تبان واعره، لا جيوكوندا ايطاليانو. بعد نقول لكم علاش تسمت بهذه السميه هذه. حجم الرسمه صراحه صغير، يعني كنت كنظن بانها غادي تكون شويه كبيره، ولكن ملي مشيت لقيتها قدك. لاطاي ديالها هي 53 على 77 سنتيم. ترسمات ما بين 1903 و 1919، يعني تقريبا 15-16 عام. اللوحه عباره عن واحد السيده جالسه مرتاحه شاده الستون. البوزيسيون ديالها هو طرواكا، يعني مجنبه. هذا البوز هذا اللي كيبان لينا حنا عادي، هو صراحه في ذاك الوقت اي في القرن 16 كان ثوري، حيت معظم الطابلوات اللي كانوا كيترسموا في ذاك الوقت كانوا كيترسموا بوزيسيون وحده. اما البوز اللي دار العبقري ديالنا ليوناردو دافينشي فراه شقلب الفن كامل، ودار واحد ستيل جديد اللي باقي كنخدموا عليه حتى لدابا، يعني تقريبا دابا 500 سنه. وماشي غير هادشي، ليوناردو دافينشي ايضا استعمل بزاف ديال التقنيات، منهم الفاليوم والدبت اللي كنشوفوها في هذه اللوحه هذه، واللي كانوا من اوائل اللوحات اللي تستعمل فيهم هاد التقنيات هادو. الا ما خفت نكذب، اول لوحه اللي تستخدم فيها التقنيات هادو مثلا التقنيه ديال الدبت او العمق باللغه العربيه، واللي هي مثلا فاش كيبغي يبين لك واحد الحاجه قريبه ليك او قريبه للكاميرا ولا العين ديالك، كيديطايها اكثر من الحاجه اللي بعيده، يعني بحال لوطوفوكيس ديال الكاميرا. داكشي علاش كتشوف داكشي اللور ديالك مبلوري
والحاجه اللي قدامك تلقاها فوكس نت. وايضا استعمل تقنيه ديال الاتموسفيريك اللي هي ايضا واحد التقنيه ديال الديبت. هاد التقنيه هادي كتستعمل في اللاندسكيبس، يعني ملي كترسم مناظر طبيعيه كيكون داك ليفي ديال الاتموسفيريك. ملي كتشوف مثلا البعد على البعد ما بين الجبال كتلقى واحد الميكس ديال السماء، ديك الزروقيه ديال السماء كتلقاها ايضا على الجبال. هاد ليفي ايضا شفناه في الطابلو ديالو. الظهر ديالها كاين بعض المناظر الطبيعيه، يعني جبال ويدان وداكشي كامل. كنلاحظوا ان السماء بحال الا بدات كتدخل مع الجبال بنفس تقريبا نفس ديال الالوان، واللي كتحسس لك داك ليفي بان داك الجبال راه بعاد. اما شحال هادي الا واحد كانوا كيترسموا بنفس مستوى ديال الديتاي، يعني الحاجه اللي قدام بنفس الديتاي اللي كيترسم بها الحاجه اللي اللور. داكشي علاش ما كنشوفوش داك الفرق ديال الدبت. كاين فيكم اللي عارف بلي ليوناردو دافينشي كان من الاوائل اللي قدروا يشرحوا الجسم البشري ويدرسوا الاناتومي والعظام وداكشي كامل. وهادشي ايضا شفناه في الطريقه ديال الرسم ديالو في اليدين ديال موناليزا، واللي ترسمات بواحد الطريقه جميله جدا. يعني غير هذا الشيء اللي قلت على ليوناردو دافينشي والطريقه ديالو في الرسم كيجعل اللوحه انها تكون one of the best artworks ever made. ولكن واحد البلان اللي كيضحك صراحه هو ان الشهره ديال هذه اللوحه هذه جا من بعد ما تسرقات سنة 1911، يعني شفار هو اللي زاد شهرة اللوحة هادي. ولات الصحافة والعالم كامل كيدوي عليها وخرجوا قصص واساطير واشاعات وداكشي كامل. تما فين صراحة تشهرت بزاف. من بعد ما رجعات للمتحف ديال اللوفر من بعد عامين ولا كلشي باغي يزورها ويشوفها، وماشي غير تشفرات وصافي. اللوحة ايضا تعرضت لبزاف ديال الاحداث، كبات عليها قهوة، كبوا عليها لاسيد، رشوها بالصباغة، ضربوها بحجرة، حتى داروا ليها واحد الدجاج مضاد للرصاص باش ما يقرب ليها حتى واحد. ماشي كلشي فان ديال ديك اللوحة. وهاد اللوحة ايضا وصلت لديك المرحلة ديال لا تقدر بثمن. فاللوحة كتنتمي لمتحف اللوفر والحكومة الفرنسية، فما كاينش شي دليل قطعي على الهوية ديالها. واخا بعض المؤرخين كيقولوا باللي هي ليزا جيرارديني، واللي كتسمى ايضا مادونا ليزا دي انطونيو جيراردين. نقولها تاني بإيطالية باش تبان واعر، مادونا ليزا دي انطونيو ماريا جيرارديني دي سباكيتي. واللي ايضا كتسمى بلا جيوكوندا، هي السمية ديال الموناليزا اللوحة. هاد السطة هادي مرات واحد التاجر ملعق اللي سميتو فرانشيسكو ديل جيوكوندو. ولكن ايضا كاينين مؤرخين اللي ما متفقينش، والمهم ما سوقيش بيناتهم. وغالبا دافينشي عمرو كمل هاد اللوحة هادي واخا بقى فيها 16 عام. وكيقولوا بلي ملي كيسافر كيديها معاه فحال شي بورتفوليو كيوريها الناس باش يوريهم المهارات ديالو. وكيقولوا ايضا بلي تمسحوا ليها الحجبان واخا ما كيبانوش في التصويره، ولكن بعض المحللين زوما وبداو كيدخلوا في التصويره بحال اللي درت انا ولقيت داك البلان ديال يا ربي ما يشدونيش. بقى واحد جوج زغبات تما وكونفيرماو بلي كانوا الحجبان تما وتمسحوا. anyway عييت كندوي ودابا غادي ندوز ل Now let's get to work. غادي نحاول نرسم اللوحة كما العادة، ولكن غادي نرسمها بالفيرسيون ديالي ماشي كوبي كولي بحال اللي كاينه هنا. غادي نبدل الالوان ونشوف نقاد ليها وجهها اكثر، ردها سكسي. دونك هادشي اللي كاين. فرجة ممتعة ونشوفكم في الاخر ديال الفيديو. Let's do. Thank you.
هاي دونك فوالا الدراري، هاني كملت اللوحه ديال الموناليزا في 16 عام. كملتها في 3 ساعات ونص تقريبا. دونك كما قلت لكم ما بغيتش ندير كوبي كولي، ما بغيتش ندخل في الديتاي ديال الباك جراوند ومدن خربق في الجبال وداك الشيء، بغيت نتكونسونطرا اكثر على الوجه ديالها. دونك فوالا كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش سبسكرايب، جيم، بارطاج الفيديو. مهم هو البارطاج باش يوصل البنادم بزاف، حيت صراحه كنتعذب. هاد صراحه هاد الفيديوهات هادو كيتسخسخوا شويه، كياخذوا وقت وجهد. يعني البارطاج صراحه غادي يعاونني اكثر باش نبقى نعطي اكثر. وايضا ما تنساوش تفولوني تبعوني في انستغرام، بعض المرات كنحط فيها الكواليس الكوابيس. دونك فوالا، اي هوب يو لايك ذا ورك والفيديو تا هو، ونشوفكم في شي فيديو جاي. بيس.